بعد شو عملت؟ بعد قعدت 9 شهور من غير جمعية، قعدت في معطف الدار نترين 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 كل يوم كل يوم كل يوم. قعدت 9 شهور، بعد 9 شهور هذيك مشيت نتستي في الفلو، جيت نتستي في الفلو وتيست طلع ناجح سدى وصحت مع الكلوب. فهمتك. عام قديش هذا؟ عام النص تالي. وحدك مشيت ولا كيف كيف؟ لا لا، اللي هزني مع قازني الكلوب نفس لجون هذا اللي من حبس السمير. ما لقيت صعوبات ديريكت دخلت في الجو في الكلوب؟ لا والله دخلوني في الجو، والله دخلوني في الجو. ديجا انا ديجا نعرف معناتها فما ملاعبين نعرفهم من ليكيب ناسيونال جونيور قبل، فما تعرفهم بالكدا. انت في ديتوا كنت تمشي ليكيب ناسيونال جونيور؟ اي ليكيب ناسيونال جونيور كنت، ومعناتها نعرفهم معناتها الصغار نعرفهم الكل براتيكمون، مالهم غايه يفرقوا. وبشوي بشوي دخلوني في الجو كل شيء وتنست بعد نورمال. فهمت. كيفاه صار الكونتاكت مع الكلوب؟ كيفاه؟ شكون كلمك؟ كيف شكون كلم لاجون؟ الله اعلم بعد لاجون معناتها شكون نحكي وكل شيء. فهمت. جابني قال لي غدوه باش تمشي الكلوب كلوبه وكيف. معناها ما اخترتش الكلوب ولا حاجه؟ ما اخترتش، لا ما اخترتش انا. انت شنو اعطاني معناتها دي بروبوزيسيون؟ فهمت. اش عطاك مثلا؟ عطاني معناتها في تونس عطاني كل الكلوب. اما فما زوت بروبوزيسيون في بلدان اخرين قلت له ماذا بين نمشي الكلوب. انت حبيت تجي لتونس؟ حبيت نرجع لتونس خاطر باش نمشي بلاد اخر ومش بلادي، مش كيف حتى معناتها الفيزيبيليتي ليكيب ناسيونال خير، الكلوب خير، فهمت. جمعيه كبيره في تونس. على ذاك اخترت الكلوب. اخترت الكلوب اي. دونك جيت عملت تيست في الكلوب، نجحت صححت واني توبع ذاك. انت جمعيتك صغير شنو؟ جمعيتي؟ اللي تحبها شنو هي؟ مش نكذب عليك ما كنتش نتابع كرة جمع تونس، تونس اه. في تونس ما كنتش نتابع حاجة. برا تتابع؟ برا اي نتابع، نتابع ريال مدريد. ريال مدريد. وكيفاش تقيمها التجربة لحد الآن في الكلوب؟ باهي تو تي بوزيتيف. كل شيء؟ كل شيء بوزيتيف. كل شيء بوزيتيف، هي خلتني معناتها عامل اسم، خلتني نخدم، خلتني معناتها نعمل على روحي، فهمت؟ معناتها كيما نقولوا هي عاونتني، فهمت؟ باش هذه الاكسبيريونس صاروا لي عاونتني باش اليوم نكون. قول لي كل شيء بوزيتيف كانك مش برشا برشا معناها، خاطر اللي نعرف انك ضحيت برشا ومش بالسهل وصلت. ضحيت ضحيت صحيح، اما كي ضحيت انا معناتها ناخذها بوزيتيف، معناتها هي تردك راجل وتردك معناتها كاسح، فهمت. كما تعداش باللي لي مومون ديفيسيل مش باش توصل معناتها اللي تحب عليه، فهمت. دونك نحسبها بوزيتيف مهما يكون معناتها السيتواسيون اللي عشت فيها، نحسبها بوزيتيف. فهمتك. من لو كانت صعيبه شويه من خصوصا من ناحيه الفلوس؟ ها هي هي فما دي بروبليم ما تعرف في الكلوب، معناتها فما بروبليم فينانسيير. لا لا واحد معناتها في جمعيه في تونس براتيكمون الجمعيات الكل معناتها فما دي بروبليم فينانسيير، دونك واحد يتعلم منهم ويرد معناتها يعرف كيف يتصرف. تصلحتش شويه توا بالنسبه لك انت خاصه بون نعرف ما تصلحتش برشا، لكن على الاقل كي تبقى نعملوا كومباريزون بين البريود الاولى هذيك وتوا خير شويه. شو نقول لك؟ صارت معناتها دي مومون خير، صارت دي مومون اخر. وتوا اليوم توا سبب بشويه بشويه قاعده تتصلح. بون عملت انترفيو مع منوبي حداد ما عرفتش شفته ولا، يحكي لي على برشا حاجات صعيبه عشتهم انت وياه. قال لي وصلنا ما نلقاوش باش ناكلوا. صحيح صحيح، اما بعد صحيح الكلام اللي قالوا صحيح. ثم دي مومون راه ما كانش باش ناكلوا صحيح، اما لقينا عباد رجال مثلا نعملوا عليهم، وكيما مثلا اللي هو اللي لنا دارنا ولا دارهم عاونوا وعاونوني انا زاد. كي تكلموا المسؤولين شنو يقولوا لكم وقت؟ وقت ما فماش فلوس مثلا باش يقولوا لي فماش فلوس. اي ما لاعب في الكلوب راه مش اي ساعات فما زاد السيتواسيون الجمعيه ما عندهاش فلوس دونك لازم تصبر عليها مينيموم هذا. اي نعرف 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 مينيموم فيتال ما فماش ساعات على غالي هذيك هي. شكون ما وقف معاكم؟ النوبي قال لي وصل لاصح حد الدريدي يعطيني ب 200 دينار باش ناكل. صحيح صحيح. انت كيف كيف زاد؟ وجور دوجوردي زاد كيف كيف حتى لليوم معناتها وقت اللي نستحق انا في اي حكايه نكلموا معناتها نكلموا ونلقاه معناتها كما زاد حمزه بسلاتي نلقاه في دي مومون زاد برشا ما تكلمتو برشا مرات مثلا على الكري تاع الدار نلقاه معناتها عاون. فهمتك. معناتها صحيح معناتها دي بيريود خايبين، اما مهما يكون معناتها نهار نهارين ثلاثه اربعه جمعه جمعتين فهمت
تلقى في الاخر شكون يعاونك فهمت انت تحسك طلعت فيها وجدي ما الحكايه ما هي سيتها بالكل لا نعرف نعرف ما هني قلت لك انا جمعه جمعتين ثلاثه في الاخر ما تلقى ما شكون يعاونك فهمت ما توحلش فهمت فهمتك فما شكون يمشي على سقيه يا اخي من العوينه حتى حتى كيفاش ليه مشيت وقت انا اسبوع وقت ما مانيش خالص جمله مشيت من العوينه للبارك على سقيه فوتين فوتين عملت تشوف مو في فنيه صحيح مشيت غادي تاعي بيت كنت غادي نتران بسيف وجات بريود قلت لي قعدت بلاش دا ومشيت لدار معناتها الزمزمي خالو صحيح مشيت غادي كلمت معناتها عزيز قلت له راهو هكا وهكا وصل لي هكا وهكا خليني فما حدا مشكل بالعكس هما ماذا قالوا لي ديجا من قبل معناتها كي جيت للكليب قالوا لي ماذا بيا تقعد بعدين فهمت قلت لهم يرحم والديكم كل شيء بارك الله فيكم اما ما تاخذيت دار انا وحدي فهمت ووقت اللي معناتها نحب نمشي بعديهم قالوا لي مرحبا بك وحدي خايف في بلاصتك واجد يفد معايا ياك انا كولا يروح فرنسا يمشي يعمل حل حياته ما انت جديد صحيح واليوم بارك الله نيفو اخر هذاك اللي يخليك ما تتعلم منه هذاك اللي تخليك ما تولي مش راجل اما تولي كيف نقولوا تولي كاسح فهمت مونتالمون تبدا حاضر فهمت ما اي حاجه تو بالسير حاجه تعليم بهم ديجا اي حاجه بالسير الحمد لله ما تسابقش برشا حاجه شوك وقتها كي تصدع الظروف تصدم بيوم كي رحت لتونس ولا متعود ما عرفش كيفاش من الاول انتم ظروفكم عاديه شنو عاديه شنو خايبه شوي مش الحمد لله الحمد لله متوسطين صحيح الحمد لله من الاول ما حسيتها معناتها خايبه وكل شيء اما بشوي بشوي واحد سنت عادي معناتها تتعلم منهم كيما قلت لك عادي الصيف اللي فات كنت قريب باش تخرج من عملت قضيه وقريب باش تخرج شنو صار علاش ما عملتش قضيه عملت فاتش قعدت خرج اخبار انك رفعت شكوى تحب على فلوسك لا لا مشكيتش شنو صار بالضبط مش فاهمك انا وقتها ما حبيتش نرجع في الصيف خاطر وقتها ما عنديش دار قلت لهم ما نجمش نجي وانا ما عنديش دار وين باش نمشي بعد اصحابي كل شيء ما تجيش فهمت حب دار داري معناتها انا حر معناتها نقعد في داري فهمت قلت لهم شوفوا معناتها حتى كي مش تعطوني دار اعطوني دي فلوس خلينا ناكل يلا روح فهمت هيك وقتها قعدت جمعتين كيك 20 يوم جمعتين 20 يوم ابخي وبعد وقت تفهمنا وقت اللي جيت عديت فلوس وبعد قريت على روحي دار فهمت معناتها ما كانتش مشكله ولا قضيه ولا مشكله لا جمله وخذيت فلوس كل وقت على شويه ترونس ولا ترونس خذيت